تمام، نبدأ بقى مع أول مقالة. Warum mieten Deckel keine Lösung sind؟ Warum؟ وهنا جاي الجملة دي تعتبر زي جملة استخبارية أو جملة جانبية، عشان كده الفعل في الآخر Warum، لماذا؟ mieten Deckel، mieten Deckel دي مقسومة أو كلمة مكونة من جزئين. أول جزء mieten اللي هو الإيجارات أو الإيجار، والديكل يعني غطا للإيجار أو ليميت أو حد للإيجار ده، والأداة بتاعته أصلا دير ديكل، لكن هنا هو مستخدم جمع. تمام، فميتن ديكل هو هنا جاي جمع، وبالتالي جمع ملوش أداة نكرة، فما فيش وراء أداة نكرة. كاين لوزونج زند، لوزونج حل. تمام، فهو هنا يعني الجملة أصلا الاستخبارية بيقول ليه الحد إنهم عاملين حد لقيمة الإيجار، إيجار الشقق وكده، ليه ده مش حل. تمام، طيب فنبدأ بقى من أول باراجراف. In Großstädten auf der ganzen Welt steigen die Wohnungsmieten. في البلاد الكبيرة. تمام، In Großstädten، وهنا Großstädten موجودة في الداتيف. تمام، عشان دي تمشي مع أداة فو. Auf der ganzen Welt، ودي داتيف برضه، لأن Welt أداته دي العالم. تمام، في الدول الكبيرة حول العالم. steigen die Wohnungsmieten، steigen هنا بيرتفع، die Wohnungsmieten إيجار الشقق، Wohnung شقة أو منزل، Mieten الإيجارات. تمام، den Menschen zu helfen decken Politiker die Mieten vielerorts. عشان يساعدوا الناس، den Menschen zu helfen، وهنا den Menschen دي أصلا جمع الناس لمساعدة الآخرين، zu دي تبع جراماتيك، وهيلفن بيجي معاها داتف يمد. ديكن بوليتيكا يمد، ديكن بوليتيكا دي ميتن في لاوت. ديكن هنا الفعل ده معناه، او ده فعل معناه ان هو يضع حد لشيء، او مش حد ان هو يوقفه، بس حد اللي هو يعني ما ينفعش يزيد عن الحد ده. تمام، عشان كده بيقول لك السياسة البوليتيكا، ثانية، البوليتيكا حاطت حد للإيجار، ميتن فيلا أوتس معناها أماكن كثيرة. تمام، فهم حاطين حد للإيجار في أماكن كتير. Auf den zweiten Blick wird jedoch klar، الجملة دي تنفع جدا في الكتابات بعد كده، Auf den zweiten، أو في المحادثة كمان. Auf den zweiten Blick wird jedoch klar، من بعد إعادة النظر في الموضوع ده أصبح من الواضح أن، بقى بعد إعادة النظر، إن أوبا جرينسن، بعد عدة النظر أصبح من الواضح إن الأوبا كرينسن اللاين لوزن داس بروبليم نشت. تمام، أوبا كرينسن دي جمع، دي أوبا كرينسن معناها الحدود، أو إن أنت تضع حد برضه للإيجار أو حد لشيء، إن أنت ما تخليهوش يزيد يعني. أوبا كرينسن اللاين لوزن داس بروبليم نشت، اللاين هنا اللي هي صفة معناها لوحدها، فإن أنت تضع حدود، لا سوري، ان انت تضع حدود لوحدها ده مش هيحل شيء يعني، او مش هيحل المشكلة، ده بروبليم المشكلة. تمام، نيجي لتاني باراجراف. بتسال باري فونونج زين فينينج غوش تيتن كناب. تمام، بتسال باري ده هنا صفة، بتسال بار اصلا دي صفة لوحدها، اللي هو ان انت تقدر تدفعه او سعر مناسب اللي هو يدفع، مش غالي ولا رخيص. تمام، بتسأل باري فونوجن اللي هي الشقق اللي سعرها حلو، زند ان فيلن كوست شتيتن كلاب. كلاب هنا اللي هي نادر أو مش موجودة بكثرة، فهنا بيقول لك الشقق ذات الأسعار المناسبة مش موجودة بكثرة في المدن الكبيرة، عشان كده الفون فونونج سوخند، فونونج سوخند اللي هم الناس اللي بتدور على الشقق، فونونج شقة أو منزل، سوخند اللي هي الباحث. تمام، أنا الباحثين عن الشقق. بيقول لك فيندن كاوم أنجبوتن، نادرا ما يجدوا عرض أو إعلان. فيندن يجد، كاوم بالكاد أو بصعوبة. أنجبوت دي جمع أنجبوت، أنجبوت ده اللي هو عرض أو إعلان، والأداة بتاعته داس، فيبقى داس أنجبوت. أون فيندوخ، وعندما يحدث ذلك، عندما بقى إن هما اللي بيدوروا على الشقق دول يلاقوا إعلان أصلا، زنديزي زي تويا، بيكون غالية جدا.
Diese Henne eine Art Angebot. Ja, gamma, tamam. Sind diese sehr teuer. Die Stadt Berlin hat deswegen 2019 eine Mietobergrenze beschlossen. Tamam. Hat beschlossen. Hat beschlossen, meine hat das auch gerade. Beschlossen hier für perfekt. Beschlossen, assessen, Masdar bitte beschließen. Tamam. Teil. Die Stadt Berlin, der Medina Berlin, hat deswegen 2019 Estinin, seit man kann man gibt schon in. Yani ممكن تيجي قبلها in 2019 وممكن ما تجيش عادي. فبيقول لك بسبب ذلك deswegen يعني بسبب بقى اللي هو ان الناس ما بتلاقيش اعلانات كتيرة او الاسعار بتبقى غالية. فبيقول لك في برلين في 2019 ميت اوبرغرينسي. ميت احنا قلنا قبل كده ميت ده الايجار. اوبرغرينسي حد، فهو الحد بتاع قيمة الايجار تم تحديده. تمام، تم تحديد قيمة او حد تم تحديد حد لقيمة الإيجار في 2019 في برلين. Und die Mieten في 5 Jahre eingefroren. ودي ميتن دي ميتن اللي هي الإيجارات لمدة 5 سنين في 5 Jahre eingefroren. Eingefroren ده الفعل الماضي البرفكت من einfrieren. Einfrieren ده اللي هو انت تثبت شيء او يعني تعمل حاجة فريز، تثبتها كده مكانها عشان ما تزيدش او ما تتحركش عموما. Tamam. Wir sagen, ähnliche Maßnahmen haben auch schon viele andere Städte auf der Welt ergriffen. طيب عندنا هنا تعبير حلو جدا، Maßnahmen ergreifen. هو هنا ergreifen ده عشان في perfect. لكن هو المفروض Maßnahmen ergreifen. ده الفعل في المصدر. تمام. طيب ده معنى ايه؟ بيقول لك ähnliche مشابه او مشابه مصنع ergreifen أساسا معناها يتخذ إجراء أو يقوم بفعل شيء. تمام، فإجراءات مشابهة أو actions أفعال مشابهة haben auch schon viele andere Städte auf der Welt ergriffen. يعني أفعال في دول viele andere Städte. وهنا الجملة لو هتجيبها بقى يعني عايز تجيبها زي جملة سيمبل خالص تبقى viele andere Städte haben ähnliche Maßnahmen auch schon auf der Welt ergriffen. Ähnliche Maßnahmen, يعني دول كتيرة حول العالم auf der Welt طبقت إجراءات مشابهة. تمام؟ اللي هي تحط حد قيمة الإيجار. تمام؟ فبيقول لك لكن viele Experten sind jedoch skeptisch ob sie wirken. Viele Experten, Experten nennen الخبراء sind jedoch skeptisch, skeptisch اللي هم متشككين. jedoch skeptisch اللي هي حاجة بتزود التأكيد يعني، أو على الرغم من ذلك إن في كتير من الخبراء متشككين ob sie wirken. إن أصلا الموضوع إن أنت تحط حد قيمة الإيجار ده هينفع. sie wirken هو wirken أساسا يعني يؤثر أو هي يؤثر، بس إنها بتيجي أكتر بمعنى ينجح، إن هو الفعل اللي هم عاملينه ده هينجح. تمام؟ بعد كده den vor allem langfristig schaffen gedeckelte Mieten vielerorts mehr Probleme. طيب den لأن vor allem دي بتيجي كتير جدا في الكتابة بتاعة دي في vor allem معناها اللي هو first of all أو بدء دي بدء يعني أو قبل أي شيء بقى قبل أي حاجة بسبب langfristig. langfristig معناها على المدى البعيد أو المدى الطويل. بيقول لك بسبب أو لأن قبل أي شيء على المدى البعيد شافن جديكلتي ميتن فيلا أوتس مي بروبليمي. شافن بروبليمي يعني سبب مشكلة. تمام، جديكلتي ميتن ميتن هنا اللي هو الإيجار، جديكلتي اللي هو المحدود أو اللي محطوط له قيمة ما ينفعش يزيد عنها. فيلا أوتس في أماكن كثيرة مي بروبليمي، يبقى إن أنت تحط حد للإيجار على المدى البعيد ده هيسبب لك مشاكل كتيرة als sie lösen أكتر من اللي هتحله. يعني إن أنت تحط قيمة محددة أو قيمة ما ينفعش الإيجار يزيد عنها ده على المدى البعيد هيعمل لك مشاكل أكتر من المشاكل اللي هتتحل بسبب الفكرة دي يعني أو التطبيق ده. فبيقول لك كاوم نوخ يمنت. كاوم نوخ يمنت ده
تعبير على بعضه ممكن يتكون نوع لوحده معنى بكاد أو بصعوبة إن أي حد بقى، يعني هي كوم نخ لوحدها بصعوبة إن أي يمن، فهي بصعوبة إن أي حد انفستيت إن دين باو انفستيت إن دين باو نو يفونن on في ميتا كونن إزش نش مير لايستن جلد في توري 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 مودرنيزيونجن أوس تو جيبن. طب ده معناه إيه؟ بيقول لك بكاد، يعني لو ده اتطبق بقى على المدى البعيد هيبقى بكاد إن في حد هي انفستيت، يعني المصدر بتاعه انفستيت، وده معناه اللي هو يستثمر، تمام؟ فبيقول لك بكده هيستثمر حد في بناء شقة جديدة، باو بناء نوع فونم اللي هي الشقة الجديدة أو المنازل الجديدة. اون في ميتا كونن ازش نش ميل لايستن، في ميتا ده اللي هو المؤجر، هو صاحب الشقة اللي بيأجرها للناس. كونن ازش نش ميل لايستن مش هيقدر يتحمل، زيش لايستن ده يتحمل عقب او يتحمل مصاريف. فبيقول لك هو كده مش هي... المؤجر مش هيقدر يتحمل مصاريف في المستقبل. طب مصاريف ايه؟ نش ما اللي هو not anymore، يعني في المستقبل خالص بقى او ليس بعد ذلك. طب ايه المصاريف اللي مش هيتحملها؟ جلد في تاي مودرنيزيونجن اتسوجيبن اوستوجيبن، جلد فلوس، جلد أوس تو جيبن هو أساسا جلد أوس جيبن معناه يصرف مال، تمام؟ فبيقول لك هو مش هيتحمل إن هو يصرف فلوس في توري مودرنيزيرونجن، مش هيتحمل يصرف فلوس لتجديدات مودرنيزيرونجن اللي هي تجديدات أو تخلي حاجة مودرن، تجدد حاجة، فمش هيتحمله فلوس للتجديدات الغالية دي، تمام؟ بالتالي مش هيطوروا الشقق، مش هيطوروا المساكن والكلام ده. تمام. بعد كده eine weitere Schwierigkeit، مشكلة أخرى أو صعوبة أخرى، nicht alle Wohnungen werden vom Mietendeckel erfasst. هنا بمعنى إيه؟ erfassen اللي هو تيجي بمعنى أكتر included اللي هي محتوى أو مشمول بيه. فهنا بيقولك مش كل الشقق، nicht alle Wohnungen werden vom Mietendeckel erfasst، مش هتكون مشمولة أو مش هكون مشمولة في القانون اللي هو بتاع تحديد القيمة بتاع الإيجار. ده اس ان دين شتيتن انتشيت لشي جزيتس لشي ريجيلونجن جبت، تمام؟ طيب ده نقسم الجملة دي، ده هنا أو بسبب أو لأن اس جبت، اس اللي هي في الأول دي وجبت هنا، تمام؟ اس جبت أساسا بمعنى يوجد، فبيقول لك اس جبت ان دين شتيت يوجد في البلاد unterschied لشيء مختلف جزيس لشيء قانوني regelungen regelung تيجي معنى قاعدة أو قانون، تمام؟ فبيقول لك مش كل الشقق أو المنازل هتبقى مشمولة في الحد بتاع قيمة الإيجار ده، لأن في دول فيها قوانين مختلفة وفيها قواعد وقوانين مختلفة، تمام؟ فهتأثر على إن القانون ده ما يتطبقش. وبيقول لك برضو ده فونوجن اوني ميتن ديك الاماتوية فادن بفادن زيش اما مي منشن اوف دي بتسابان انجبوت. طيب ده معناه ايه دلوقتي؟ ده فونوجن اوني ميتن ديك الاماتوية توية فادن، الشقق او المنازل اللي من غير حد لقيمة الايجار اكيد ايجارها هيبقى مرتفع. اما توية فادن، اما دائما توية اغلى فادن ستصبح او هتكون اغلى. Bewerben sich immer mehr Menschen auf die bezahlbaren Angebote. Bewerben sich بمعنى يتقدم أو إن هو يعني ياخد الشقة دي أو يأبلاي على العقد بتاع الشقة أو يأبلاي على الإعلان بتاع الشقة. Immer mehr Menschen auf die bezahlbaren Angebote بمعنى إيه؟ دائما هيقدم الناس أو ناس أكتر mehr Menschen auf die bezahlbaren Angebote العروض اللي سعرها حلو، تمام؟ فبالتالي الشقة دي محدش هيشتريها اللي هي الطائرة دي، تمام؟ بعد كده هيقول بزوندس شلم است داس في فاميلي ميكرينجم ان كومن اون منشن دي نوين ان اين شتات سين سين. بيقول لك وخصوصا ده شيء سيء، بزوندس خصوصا شلم سيء، ده شيء سيء خصوصا للفاميلي ميكرينجم ان كومن
الفاميليا اللي هم عندهم دخل أيكومن يعني دخل غرينجم قليل، فالفاميليا اللي عندهم دخل قليل، أو الناس on dimension دي نوين اينشتات سين، الناس اللي هي لسه منقولة سين ينتقل إلى أو ريلوكيت بقى أو لوكيت في شقة في مدينة جديدة آسف، فده هيبقى صعب بالنسبة لهم إن هم يتحملوا التكاليف اللي هي الشقة الغالية دي. فبيقولك زي ميشن انس فيشن هويفيش اينن illegalen und Mietvertrag unterschreiben um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu finden. فبيقول لك ان هما زي ميشن zwischen häufig einen illegalen مش بيقول لك ان هما زي ميشن هما يجب عليهم ايه inzwischen häufig einen illegalen unter Mietvertrag unterschreiben، يعني هما häufig دي متكرر. inzwischen تيجي زي هنا ملهاش معنى حرفي هنا، يعني هي تأكيد على إن هما بشكل متكرر einen illegalen Untermietvertrag. Untermietvertrag دي معناها illegalen يعني illegal حاجة غير شرعية أو غير قانونية، Untermietvertrag تأجير جزئي. تأجير جزئي معناه إيه؟ يعني بيأجر أوضة من بيت، تمام؟ ما بتأجر، لو أنت مش بتأجر المنزل كله، أنت بتأجر أوضة أو جزء من الشقة، أوضتين مثلا أو حاجة من المنزل كله. Untermietvertrag unterschreiben. Unterschreiben يعني اللي هو يمضي عقد، أو يعني apply برضه هنا معناه إن هو ياخد العقد ده أو ياخد الأوفر ده. überhaupt ein Dach über dem Kopf zu finden. zu برضه هنا اللي هي قاعدة zu überhaupt ein Dach. يعني بالكاد أو هنا عشان يحصلوا أساسا دخ. دخ هنا يعني سقف، تمام؟ über dem Kopf يحصلوا على سقف اللي هو فوق راسهم، يعني اللي هي بنقولها بالمصري إلى 4 حيطان تلم، تمام؟ فهنا نفس المعنى إن هو بتيجي بمعنى يلاقي مأوى أو يلاقي مكان يقويه، تمام؟ بعد كده في دين إجنون ماركوس سليباك فوم إموبيلي أونترنيمن باتريتسيا إس داس هالب كلار. في دين إكونومن الخبير الاقتصادي ماركوس سيليباك ده اسمه عادي جدا، فوم إموبيليان أونتانيمن. إموبيليان أونتانيمن اللي هي شركة العقارات، شركة بيع عقارات. باتريتسيا، باتريتسيا ده اسم الشركة. إس دي سالب كلار، إس دي سالب كلار بتيجي بمعنى اللي هو أصبح من الواضح بقى. ميتن ديكل زوجن تسفا دافور، ميتن ديكل اللي هي قلنا الحد بتاع قيمة الإيجار، زوجن تسفا دافور فور إدفا زوجن اللي هو يهتم بشيء أو يحاول حل مشكلة شيء أو يركز على شيء. طيب دافير هنا جاي بمعنى اللي هو يحاول على حل ذلك أو يهتم بذلك، ذلك ده عادة على اللي هو إن أنت تقلل قيمة الإيجار. فبيقولك داس دي ميت نشت إما فايت أشتايجن، إن الإيجار ما يفضلش يعلى كل شوية. داس لأن عشان كده جابت الفعل أشتايجن في الآخر. دي ميت نشت إما فايتا، إما فايتا اللي هو مرة تلو الأخرى، اللي هو يعني يفضل يزيد في القيمة أو يزيد في السعر بشكل متواصل. فبيقولك بيكنفن أبانيش دي أو زاخي ديس بروبليمز، بيكنفن يعني بيحارب أو بيواجه، أبانيش دي أو زاخي، دي أو زاخي اللي هو السبب، ديس بروبليمز سبب المشكلة. بيقولك يعني هو بتهتم إن هي ما تخليش السعر يزيد، اللي هي حد القيمة ده بيخلي السعر ما يزيدش، لكن ده ما بيحاربش دي أوزخي أساس، ما بيحاربش أساس المشكلة، تمام؟ وميتا فكرش تو هلفن ميسن أوخ نوي فونونج جباوت فادن. وميتا ميتا هنا برضو أمتسو ميتا هنا اللي هو الشخص اللي بيأجر الشقة، اللي هو رايح يسكن في الشقة، فهو المستأجر. أيوة المستأجر. وميتا فكرش تو هلفن لمساعدة بقى المستأجرين، عشان ميتا هنا جمع وجاي إن عشان هي في الضطف. ميسن أوخ نوي فونونج باو فادن، المفروض يبنوا لهم شقة جديدة. المفروض هنا دي جاية في الباسيف، عشان كده عندنا هنا فادن ميسن فاد في ال بي بي. فبيقول لك ميسن أوخ نوي فونونج باو فادن، فهنا المفروض إن في شقة جديدة تبني. بس دهين حتى ذلك الحين
في هناك المناصب جلد. استني بقى معلش، هو جهاز بيحمل. فهو بيقولك بس دهن حتى ذلك الحين جلد. جلد هنا اللي هو يعني يطبق أنا، أو يكون بقى الجملة اللي هتتقال دي هي الجملة المطبقة يعني، لغاية ما يتحقق بقى إن هما يبنوا لهم شقق جديدة وكده. في أومتيت في الليل، بمعنى إيه؟ أومتيت ده اللي هو ينقل مكان تاني، تمام؟ اللي هو ينقل مثلا مدينة لمدينة، أو محيط سكني لمحيط سكني تاني. فبيقولك في أومتيت الشخص اللي هينقل مكان لمكان تاني في الليل هيخسر، بمعنى اللي هو هيسيب شقته بقى ويروح يدور على شقة تانية، ده هيخسر. بس ودي أول تجربة إن أنا أشرح مقالة بالشكل ده، فيعني غالبا هي مليانة أخطاء، ف يعني لو حد لاحظ أي خطأ أو أنا غلطت في أي حاجة في الجراماتيك أو كده، يا ريت يقول لي وأصححها في الفيديو الجاي. أستنى تعليقاتكم، وأي حد عنده أي تعليق إن احنا نحسن بيه طريقة الشرح أو نضيف أي حاجة في الشرح، يا ريت يقول لي. شكرا جدا، فيلن دانك.